العشوائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثالث من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ اما المكسب الاكبر ان كل اجابه صحيحه من عائلات بطوله العباقره هتساوي مبلغ نقدي في المربع الذهبي، كل نقطه ب 3000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولا للمباراه النهائيه. جميع المبالغ الماليه في نهايه الموسم سوف تستثمر لتدريب وتاهيل ودعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر في مختلف محافظات مصر. العباقره بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 7,645,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. الموسم الثالث عباقرة العائلات ومنافسة قوية ما بين أربع عائلات مصرية في الثقافة والعلم، والهدف هو الحصول على كاس الموسم الثالث لعباقرة العائلات. أول عائلة مشرفانا في الاستوديو من المنتزه محافظة اسكندرية، نرحب كلنا بعائلة رياض. حلم العباقرة قرب يبقى حقيقة، وصلنا لدور الأربعة، إن شاء الله نوصل للنهائي. والتحدي هنا مش إن احنا نجاوب على الأسئلة عشان ناخد الكاس، التحدي هنا إن احنا نساهم إن احنا نحصل على أكبر عدد من النقط تتحول لفلوس عشان نقدر نساهم بشراكة مع البنك الأهلي في تنمية المشروعات الصغيرة. مبسوطة بتجربة الاشتراك في برنامج العباقرة لأنه خلانا نتجمع كعيلة مع بعض أكتر وقت في الفترة اللي فاتت، ونجمع معلومات كتيرة وبقى لينا حصيلة معلومات كبيرة طبعا إن شاء الله تنفع البنات في سنين الدراسة اللي جاية. برنامج العباقرة كان بالنسبة لنا حلم، وأنا فخورة إن احنا خلاص قدرنا نحقق الحلم ده، وإن شاء الله نرجع اسكندرية بكأس العباقرة. برنامج العباقرة خلى عندي ثبات انفعالي أكتر، بالذات في فقرة تحت الضغط، وتوتري قل وبقى عندي ثقة في نفسي زيادة، وإن شاء الله النهاردة نقدر نكسب ونوصل للنهائي. عائلة رياض الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. حضرتك طيب. الشهر عدى الحمد لله. الحمد لله. قربنا على العيد. قربنا على العيد. على العيد وعلى الكاس الاثنين. وعلى الكاس الاثنين كمان. طبعا خطوة واحدة ونبقى في المباراة النهائية. إن شاء الله. إن شاء الله. اللي هيكسب الماتش النهاردة هيضمن الرجوع بالكاس. إن شاء الله. أيا كان مركز أول أو مركز ثاني. مريم احتفلتوا إزاي؟ احنا احتفلنا في العربية، ما كانش احتفال قد ما كنا عمالين نراجع معلوماتنا ونشوف غلطنا في ايه وجاوبنا ايه صح وكده، علشان نبقى مستعدين اكتر للمباراة اللي جاية اصعب، كان لازم نستعد بشكل اكبر طبعا. استاذ محمد، في رأيك في حاجة مختلفة عن الماتش اللي فات؟ هي الحاجة المختلفة ان احنا ارتبطنا بالمكان. هنزعل قوي مش عشان احنا هنخسر الكاس، ان احنا مش هنقابل الكرو ده تاني ولا نقابل حضرتك تاني. مين قال كده؟ هو ده اللي هيزعلنا. بس مين قال كده؟ هيجوا بقى الولاد بقى. لا ما حدش عارف بقى. إن شاء الله الموسم الرابع على عباقرة العائلات ان شاء الله ربنا يسهل. عندنا ثانوية عامة ان شاء الله. رضوى ثانوية عامة يا رضوى. السنة الجاية ان شاء الله. السنة الجاية ربنا يسهل بإذن الله ان شاء الله. رضوى ازيك؟ ازي حضرتك؟ احساسك ايه؟ مبسوطة عشان خلاص يعني قدرت احقق حلمي لو نسبة 80%، وخايفة عشان اكيد اللي جاي اصعب. احنا استمتعنا بالتجربة طبعا. وعائلة رياض وصلت السيمي فاينل، الحمد لله. حاجة جميلة جدا. الحمد لله. مامتك كانت حاجة مهمة جدا، ثانوية عامة السنة الجاية ان شاء الله. وانت عايزة طب ان شاء الله، يعني مش هنهزر. لا ان شاء الله. هنركز ان شاء الله. اتفقنا ان شاء الله. جاهزين؟ الحمد لله يا مساس ان شاء الله. كلنا نحيي عائلة رياض. اما العائلة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو وهتنافس وبقوة للوصول للمباراة النهائية، من بنها محافظة القليوبية، نلعب كلنا بعائلة نيازي. بعد اشتراكنا في البرنامج اتضح ان عندي اولادي ما شاء الله عليهم عندهم معلومات متنوعة في مجالات كتيرة جدا، ودي أبهرتني انا شخصيا قبل ما تبهر الجمهور او تبهر الاستاذ عصام نفسه. مكاسب برنامج العباقرة كتيرة جدا، من اهمها ان احنا تعرفنا على عائلات كتيرة ومن كل البلاد، وبدأ ربنا ان احنا ان شاء الله نوصل النهائي ونرجع بالكاس.
من أول ما جينا برنامج العباقرة ومع أول حلقة في دور الـ 32 كنا طموحين إن احنا نوصل للنهائي. كل حلقة كان التوتر بيزيد والقلق بيزيد والرغبة كمان في الوصول للنهائي كانت بتزيد. الحمد لله وصلنا للدور قبل النهائي، فاضل على الحلم خطوة وبإذن الله نوصل للنهائي ونرجع بالكاس. مبسوطة جدا بمشاركتنا السنة دي في برنامج العباقرة عائلات، وإن احنا بقينا جزء من عيلة العباقرة، وتعلقت جدا بالاستوديو وبالكاست ومتضايقة جدا البرنامج خلاص بيخلص، بس إن شاء الله يخلص على خير ونرجع بالكاس. عيلة نيازي الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. أخباركوا إيه؟ الحمد لله. بهجة تعبناكي معانا. تعبك راح. أنا مبسوطة جدا أصلا إن أنا موجودة معاكم ومع حضرتك، وإن أنا شفت حضرتك، لأن أنا كانت أمنية من أمنيتي إن أنا أقابل حضرتك، فالحمد لله إن الأمنية دي اتحققت وإن إحنا بقينا جزء. إحنا تقابلنا كتير كمان. الحمد لله. وهنتقابل تاني. يا رب إن شاء الله أكيد. ميزة عبقرة العائلات والمدارس والجامعات والأصحاب إن إحنا ما بنمشيش، بنرجع للاستوديو. حتى لو جايين نشجع. موجة احساسك ايه؟ والله هو انبساط على قلق على زعل شويه برضو، بس زعل ليه؟ الواحد ارتبط برضو بالمكان والكرو والبرنامج، نفس اللي قاله الاستاذ محمد. فعلا دي حقيقه، وبالعائلات التانية كمان، ومبسوطين اصلا ان احنا مع عائله رياض النهارده من الفانز بتوعهم اصلا يعني. احنا مبسوطين اكتر. لا والجميل كمان النهارده معانا عائله حموده وعائله الباسيوني منورينا في الاستوديو، هما الاثنين جايين يحضروا مباراة قبل النهائي. انتوا اللي هتلعبوا دلوقتي، هيطلع منكم حد النهائي هيلاعب حد من عيلة حمودة وعيلة الباسيوني ان شاء الله. وانا بقول ان هم مشرفينا في الاستوديو، عايز احييهم الحقيقة. في الموسم ده ايه اللي حصل؟ اربع عائلات بيشاركوا الاول مرة وصلوا مربع الذهبي، عيلتين من محافظة القليوبية، وعيلة من محافظة الشرقية، وعيلة من محافظة اسكندرية. حاجة جميلة جدا، مصداقية طبعا، مهمة جدا، وإن كل الناس تبقى مطمنة اللي مفروض يكسب بيكسب. أكيد. صح ولا غلط؟ طبعا. بس عايز أقول لكم على حاجة تضحك، في ناس جايين بيقولوا لي هم بيجاوبوا على الأسئلة دي إزاي؟ أنتوا بتغششوهم؟ أيوة بالظبط، اتحموا كده عشان الناس تبقى فاهمة إن إحنا ما بنغشش حد. وأستاذ نيازي وأي عيلة اشتركت تعبت، تعبنا فعلا كلنا. يعني اسأل أي حد هيقول لحضرتك إحنا تعبنا فعلا وذاكرنا وراجعنا، والحاجات اللي نسيناها عدناها من أول وجديد، ما حدش ما تعبش. وفي نقطة كمان مهمة جدا، العباقرة كتاب مفتوح، ممكن يجي سؤال من أي مكان. مظبوط. وفي الحقيقة دي حاجة مشرفة جدا. ليه؟ لأنها بتثبت للناس إن إحنا عائلاتنا المصرية عائلات مثقفة. نعم. بالفعل مثقفة. نعم فعلا زي ما قال الأستاذ محمد، كل العائلات بلا شك بذلت مجهود، رجعت معلوماتها، حاولت تتذكر اللي فات منها، حاولت تضيف لها معلومات جديدة، لأن كلنا طبعا فيها معلومات كناش نعرفها. فعلا أنا على سبيل المثال معلومات كتيرة جدا في مجالات مختلفة كنتش أعرفها، ذاكرت زي تلميذ الثانويه العامه اللي بيذاكر عشان يخش الامتحان. واضح ان المذاكره جابت نتيجتها. حضرتك جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ 70 نقطه. 70 نقطه لازم نحيي كلنا. يا مدام منال، عندنا حاجه غريبه في عيله نيازي لازم نقولها. عيله نيازي في الثلاث ماتشات جابوا 170 نقطه. صح. لا يعني هي الفكره مش فكره، ما في عائلات جابت اعلى من كده، بس هي الفكرة فكرة 170. الحفاظ والاستمرارية. يا ترى مدام منال هنقدر نجيب 170 نقطة ماتش ده؟ إن شاء الله نجيب أكتر بإذن الله. أكتر كمان؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بتشجعوهم؟ آه طبعًا. حاجة جميلة جدًا. آه طبعًا. محمود. روح جميلة جدًا ما بين العيلتين. محمود. كنت متوتر الماتش اللي فات. فعلًا. ليه بقى؟ أجواء رمضان بقى، دخلنا في العشر الأواخر وبعد كده آخر أسبوع من رمضان، فالمذاكرة مع عدم النوم ومع الصيام، فالواحد كان الوضع صعب بالنسبة له جدا. الحلقة اللي فاتت يمكن أصعب حلقة من أول ما العباقرة بدأت، كانت الحلقة اللي فاتت فعلا بالنسبة لي كنت متوتر جدا وأعصابي كانت مشدودة، حتى ما كنتش عارف أسيطر على نفسي، يعني كنت جسمي كان بيترعش من كتر التوتر. طيب هناخد الماتش ده بطريقة أهدى بكتير، بهدوء ونستمتع بيه. أكيد. اتفقنا. كلنا نحيي عيلة نيازي. الموسم الثالث لعبقرة العائلات، ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون. تعالوا
تحت الضغط، ضربات الجزاء وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: بيدي أطهرك من الخيانة يا ولدي، هي جملة قالها الفنان إبراهيم الشامي لأحد الفنانين بفيلم إعدام ميت، فمن هو؟ محمود عبد العزيز. كان معاه مين في البطولة في الفيلم؟ يحيى الفخراني. مين كمان؟ فريد شوقي. فريد شوقي. كانت ليلى علوي. وبوسي. وبوسي. قصة وسيناريو وحوار إبراهيم مسعود، ومن إخراج علي عبد الخالق. طبعا إجابة صحيحة. عائلة رياض هتختاروا مين اللي بتدي الأول؟ عائلة نيازي إن شاء الله. عائلة نيازي هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. عائلة نيازي إمتى الجوكر؟ دلوقتي. حالاً. دوس على البازر. مباراة هتبتدي بعشرين نقطة. سخنة. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة خليجية يقع بئر هداج؟ ياه، ما فكرتش ولا ثانية. إزاي؟ ما عارف المعلومة. الحمد لله. إجابتك؟ السعودية. كنت براجع في الأبار والعيون في الوطن العربي، وقع قدام الإسر. ده بير من حوالي 2500 سنة. محمود، إجابة صحيحة. شيخ الأبار في الجزيرة العربية، أول 20 نقطة لعائلة نيازي. عائلة رياض، عندنا سؤال في جغرافيا، هناخد الجوكر؟ هنستنى شوية؟ استنى ما نشوف. جغرافيا، والسؤال هو: تقع الجزر الإيولية أحد البحار الرئيسية، فما هو؟ إيولاين آيلاندز. مساحتها حوالي 115 كيلو متر مربع. جزر مهمة لعلماء الجيولوجيا. بحر الأبيض المتوسط. بحر الأبيض المتوسط. إيطاليا. إجابة صحيحة. برافو عليك يا مريم. أول 10 نقط 10. عيلة رياض، 20 عيلة نيازي. تاريخ، والسؤال هو: في عهد أي حاكم علوي تولى محمد لزغلي باشا منصب أول وزير للقوات المسلحة؟ محمود، أنت بتجاوب بسرعة أوي النهاردة. لا تناقشنا. ثلاث ثواني. إجابتك؟ محمد علي باشا. تولى المنصب ده إمتى يا أستاذ مصطفى؟ تقريبا حوالي سنة 1820 تقريبا. 1822. إجابة صحيحة. وكمان كان وزير للمالية. نعم. 10 نقط، وكان النتيجة 30 عائلة نيازي، 10 عائلة رياض. طبعا في تمثال موجود 10 في وسط البلد. عائلة رياض، سؤال في التاريخ، هناخد جوكر؟ لا. تاريخ، والسؤال هو: في أي دول شمال إفريقيا انطلقت المسيرة الخضراء عام 1975؟ مسيرة دعا ليها الملك الحسن الثاني. المغرب. المغرب. 10 نقط. إجابة صحيحة. المسيرة دي كانت في 5 نوفمبر. 350 ألف متطوع علشان يسيطروا على الصحراء الغربية. النتيجة 20 عائلة رياض، 30 عائلة نيازي. عائلة نيازي، سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو: من هو الإمام القائل واخدع لأمك وردها في عقوقها إحدى القبر؟ واخدع لأمك وردها في عقوقها إحدى القبر. إجابتك؟ ومحمود كان عايز يتناقش معاك بس ملحقش. إجابتك؟ ده قول الإمام علي رضي الله عنه وارضاه. الإمام علي بن أبي طالب. نعم. محمود موافق؟ محمود مش موافق. أستاذ مصطفى، إجابة خاطئة.
في إجابة ولا فيش إجابة؟ في إجابة إن شاء الله. رضوى الإمام الشافعي. الإمام الشافعي، هرجع لك إجابتك. الإمام الشافعي يا رضوى، إجابة صحيحة. الإمام الشافعي هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا رضوى، وبكده النتيجة تعادل 30-30. ويا محمود الحقيقة أنت اللي اتأخرت. ليه؟ كنت عايز أتناقش. ما أنت 10 ثواني، كان عندك 10 ثواني تتكلم فيه، ما اتكلمتش ليه؟ كان لازم تتناقش بسرعة شوية. سؤال في الأدب لعيلة رياض جوك. وشكلنا كده هناخد الجوك. اتفضل زي كل مرة. سؤال بـ20 نقطة إن شاء الله. أدب، والسؤال هو: كاتب مصري راحل مؤلف مسرحية بالعربي الفصيح، فمن هو؟ ياه، ولا خدت رأي حد كتبها سنة 1991 إن شاء الله تطلع مظبوط، ونشرها 1992 لينين الرملي. هي طبعا اتحولت لمسرحية من إخراج وبطولة محمد صبحي. في إجابة تانية؟ لا هو صح. إجابة صح؟ صحيحة. ياه، أشي النقطة، إجابة صحيحة طبعا للراحل العظيم لينين الرملي. 20 نقطة مهمين جدا لعيلة رياض. عيلة رياض 50 وعيلة نيازي 30. آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، وأول سؤال لعيلة نيازي علوم، والسؤال هو: تصيب متلازمة لوتن باشر أحد أعضاء جسم الإنسان، فما هو؟ تصيب متلازمة لوتن باشر أحد أعضاء جسم الإنسان، فما هو؟ تلتاشر ثانية. اتناقشتوا؟ بس هو ما عندهمش معلومة. المرة دي الإجابة مش موجودة. إجابتك في العين. العين إجابة خاطئة، مش العين. في إجابة رضوى. في إجابة المخ. المخ يا رضوى بعشر نقط. إجابة خاطئة. 50-50 مش هنخسر حاجة. يا زائد 10 يا ناقص 5. مشكلة القلب والمعدة، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه يا محمود؟ ثانية، كنت هتقول ايه يا محمود؟ القلب. وانا كنت اقول المعدة. انا اقول المعدة بقى. انت دايما شاطر في التخمين من الحلقة اللي فات. ايوة هو استاذ في التخمين فعلا. يا محمود ما قلتش القلب ليه؟ كنت هتاخد 10 نقط. الحمد لله. هارد لك. السؤال الوحيد اللي ما جاوبش في الحلقة لغاية دلوقتي عيلة رياض، آخر سؤال في الفقرة إن شاء الله. علوم، والسؤال هو: ما هي جنسية عالم الكيمياء الاسكندنافي جون بريسليوس مكتشف عنصر السيليكون؟ اكتشف العنصر ده 1823. رضوى هما بيتناقشوا ورضوى بتجاوب. إجابتك فنلندي. فنلندي نفس الإجابة. شفتي كان عندها إجابة تانية. رضوى إجابة خاطئة. مهجة 10 نقط يا رب. إجابتك سويدي. سويدي نفس إجابتك. مش نفس إجابتك. سويدي بعشر نقط. إجابة صحيحة. برافو عليك يا بابا، أحد مؤسسي الكيمياء الحديثة. 10 نقط مهمين جدا لعيلة نيازي، وكده النتيجة عيلة نيازي 40 عيلة رياض 50. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 90 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 270 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. المربع الذهبي عباقرة العائلات الموسم الثالث، ومباراة جميلة جدا، وهفكركم بالنتيجة. عيلة رياض المنتزه اسكندرية
50، عيلة نيازي بنها الأليوبية 40. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد. معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين مدام نجلة ومدام منال. مدام منال ومدام نجلة. وسؤال في المعلومات العامة، وانتوا اللي بتختاروا مين اللي ينزل فين، مش احنا. وهي الصدفة ان انتوا الاتنين اخترتوا معلومات عامة. والسؤال هو، تقع أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بإحدى المحافظات المصرية، فما هي؟ تقع أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بإحدى المحافظات المصرية، فما هي؟ بحيرة؟ البحيرة. إجابة خاطئة. تم افتتاحها في نوفمبر 2017. تفضل مدام منال. أسوان. أسوان. إجابة خاطئة. اتكلفت 14 مليار جنيه في بركة غليون. فين بقى؟ بركة غليون. كفر الشيخ. طبعا في كفر الشيخ. كفر الشيخ. فضلوا. هي مش تبع البحيرة كفر الشيخ. لا مش غيروا الخريطة. نغير الخريطة لو عايزة مدام نجلة، مفيش مشكلة خالص. والله برافو. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في الرياضة، الأستاذ محمد ومهجة. والرياضة مش هنتحرك من مكاننا. موجة ألف حمد لله على السلامة، مش عايزين نتعبك معانا. ربنا يخليك. الحمد لله عملية بسيطة وموجة كويسة وزي الفل. عشان الفانس بتوعك بس يطمنوا عليك. الحمد لله. خلي بالك يا أستاذ محمد. طب أنا عارف من الحلقات اللي قبل كده. أيوة بالظبط. لا لا الموضوع. شفتي إيدي على البزر إزاي شايفة؟ بصوا. رياضة. والسؤال هو، سيلفيو بيولا هو الهداف التاريخي لأحد الدوريات الأوروبية حتى عام 2020، فما هو؟ كان بيلعب في الدوري الإيه؟ 274 هدف في 537 مباراة، يعني بمعدل كل ماتشين هدف. مهجة في الدوري الإيه؟ الدوري الإسباني. الدوري الإسباني. محمود مش موافق. موجة. إجابة خاطئة. مش الدوري الإسباني. إجابتك البرتغالي. دوري البرتغالي. الدوري البرتغالي. محمود موافق؟ لا. محمود برضو مش موافق. إجابة خاطئة. دوري إيطالي. دوري إيطالي. الدوري الإيطالي. طبعا الدوري الإيطالي. أشهر لاعب في الدوري الإيطالي. كان بيلعب فين؟ إنتر. في الإنتر. في لاتسيو. بس أشهر. وتورينو. واليوفنتوس. واليوفي كان بيلعب فيه. السؤال الثالث، مريم ومحمود. محمود ومريم. والسؤال الثالث في التكنولوجيا، تكنولوجيا. والسؤال هو، يقع المقر الرئيسي لشركة سناب شات بإحدى الولايات الأمريكية. خطفت منك البصر، لو إجابتها غلط هرجع لك. إجابتك كاليفورنيا. عندك إجابة تانية؟ هي كاليفورنيا في السيليكون فالي. واضح إن المعلومة كاملة عنده، وخطفت منه بازر وخطفت عشانات. إجابة صحيحة. هزك يا محمود، هزك يا محمود، إن هي مريم بتخمن وإنت عندك المعلومة، ولكن هي كانت أسرع منك في خطف البازر. رضوى والأستاذ مصطفى. أنا بنبسط جدا. أنا خايفة جدا. أنا عارف إني خايفة جدا. لا بعدين عايز أقول لك حاجة، هو شاطر الحقيقة. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل مسألة الآتية، 12 في 21 على 2 في 10 يساوي كام؟ 12 في 21 على 2 في 10 يساوي كام؟ 2060. يا نهار أبيض. ايه برافو عليك. إجابة صحيحة. برافو عليك يا رضوى، ما شاء الله. بص يا رضوى، بص يا رضوى، مكتوبة فرقت على ثانية. برافو عليك يا رضوى. وبعدين الأجمل، الأجمل بقى، إن أستاذ مصطفى فخور بيك فبيسقف لك. صح فعلا. حاجة حاجة جميلة جدا. برافو عليك يا رضوى، وبشكرك يا أستاذ مصطفى على الروح الجميلة دي. لا بنتي. طبعا طبعا طبعا, طبعًا. النتيجة في نهاية الفقرة 70، عيلة رياض المنتزه اسكندرية
40 عيلة نيازي بنها الأليوبية. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. أربع أسئلة تعتمد على السرعة، ليكم أنتوا التمانية. سينما ومسرح، والسؤال هو: من هو الفنان المصري الراحل الذي قام بدور عم أمين في فيلم سبعة أيام في الجنة؟ مدام منال. أمين الهنيدي. طبعاً إجابة صحيحة، برافو عليك يا مدام منال. أمين الهنيدي إجابة صحيحة. كان معاه مين في البطولة؟ كان معاه نجاة الصغيرة، وعادل إمام، حسن يوسف، يوسف فخر الدين، توفيق الدين. ما نقدرش ننساه. عشان نقطة، وكان النتيجة 50 عيلة نيازي، 70 عيلة رياض. أغاني موسيقى، والسؤال هو: لجل النبي هو ابتهال لمنشد مصري راحل، فمن هو؟ مين بقى؟ محمد الكحلاوي. شيخ المدحين محمد الكحلاوي، إجابة صحيحة، برافو عليك يا مدام منال. خطفت 10 نقط من عيلة رياض. النتيجة اتغيرت، 60 عيلة نيازي، 70 عيلة رياض. لوحات ومعالم، والسؤال هو: في أي دولة أسيوية يقع معبد السماء؟ معبد السماء ابتدى بناؤه سنة 1420 ميلاديا، رضوى وما حدش يتكلم معاها. إجابتك ماليزيا. ماليزيا، موافق؟ لا مش موافق. رضوى استعجلتي، إجابة خاطئة. مساحته حوالي 2.7 مليون متر مربع. مين هيجاوب؟ محمود. الصين. ملك التخمين، إجابة صحيحة، الصين هي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا محمود. وكان النتيجة تعادل 70-70. مباراة قوية جدا ومتكافئة. سؤال أخير في سرعة البديهة، سرعة البديهة، والسؤال هو: كم عدد النجوم المحذوفة بعلم دولة بنما من الصورة؟ محمود، إجابتك 2. نجمة حمراء ونجمة زرقاء، إجابة صحيحة، برافو عليك يا محمود. 10 نقط، وبكده النتيجة 80 عيلة نيازي بنها الأليوبية، 70 عيلة رياض المنتزه إسكندرية. عيلة نيازي رجعتوا تاني في المباراة وتقدمتوا، عيلة رياض هارد لك، ولكن السرعة مهمة جدا في أسئلة السرعة. تمام. المباراة لسه في الملعب، والمباراة جميلة جدا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 60 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 3000 جنيه، بما يساوي 180,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 450,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. الموسم الثالث عباقرة العائلات، ومباراة جميلة جدا في المربع الذهبي، وهفكركم بالنتيجة: عيلة نيازي بنها الأليوبية 80، عيلة رياض المنتزه اسكندرية 70. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. رضوى والأستاذ مصطفى، الأستاذ مصطفى ورضوى، هتروح عند سليم هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. اتفضلي أستاذ مصطفى، تفضل مكاني. طبعا انت عارف تحت الضغط، ربنا يستر. مرنت عليها ولا لا؟ لا بجد؟ والله. ازاي محمود مرنكش عليه؟ مرن مامته، لكن انا ما بسالش فيه. يا نهار ابيض، انا تعبانه بقى، ما قدرتش. دايما حق الاب مهدور. لا عشان انا تعبانه بس. عشان انت تعبانه؟ اه، لو ما كنتش انا تعبانه كنت انا اللي همرنه بقى تحت الضغط. والله يعني البيت مقسوم اتنين؟ لا 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 لا، مدام منال ومحمود. لا لا لا، والاستاذ مصطفى موجود. لا, 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 لا احنا عشان عايزين جنب بعض، فكل واحد مسؤول عن اللي جنبه بس. مع بعض طبعا. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. طيب نطمن على رضوى،
تحت الضغط كاونتر. في أي قارة تقع شلالات أزود؟ أمريكا. غلط. من قام بدور فوزي في فيلم عندليب الدقي؟ محمد النيدي. صح. كم عدد حروف كلمة السحور؟ 5. غلط. في عهد أي خليفة فاطمي تم بناء الجامع الأزهر؟ الحاكم أمر الفاطمي. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة بنين؟ جمهوري. صح. كم عدد طبقات الجلد الرئيسية؟ جلد 5. غلط. شاعر سوري مؤلف قصيدة قارئة الفنجان؟ مصطفى قباني. صح. في أي محافظة مصرية يوجد الهرم الأسود؟ الجيزة. صح. من هو المطرب المصري صاحب أغنية يا ستار؟ حمائي. صح. ما هي الرياضة الفردية التي كان يحترفها؟ ما لحقتش السؤال العاشر، ما لحقتش أقوله. تفضل. كم إجابة صح يا أستاذ مصطفى؟ ما أعرفش. 5 إجابات صحيحة ب 25 نقطة. هنشوف رضوى هتعمل إيه. إيه رأيك في تحت الضغط؟ تجربة صعبة ولا سهلة؟ صعبة. صح. بتحتاج تركيز. مع إن السحور دي 6 صوت. رضوى اتفضلي مكاني. بص يا رضوى، أنا قلت 9 أسئلة من 10 وما لحقتش أقول السؤال العاشر. أوكي. الأسئلة مش صعبة. تمام. محتاجة منك شوية تركيز وهدوء. تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي قارة تقع شلالات أزود؟ أوروبا. غلط. من قام بدور فوزي في فيلم عندليب الدقي؟ محمد النادي. صح. كم عدد حروف كلمة السحور؟ 6. صح. في عهد أي خليفة فاطمي تم بناء الجامع الأزهر؟ بوس. ما هو نظام الحكم في دولة بنين؟ جمهوري. صح. كم عدد طبقات الجلد الرئيسية؟ 2. غلط. شاعر سوري مؤلف قصيدة قارئة الفنجان فمن هو؟ نزار قباني. صح. في أي محافظة مصرية يوجد الهرم الأسود؟ دهشور. غلط. من هو المطرب المصري صاحب أغنية يا ستار؟ حمائي. صح. ما هي الرياضة الفردية التي كان يحترفها مايكل فيليبس؟ بوس. ما هي الرياضة الفردية التي كان يحترفها مايكل فيليبس؟ غلط. تفضلي. برافو عليك. كم إجابة صح؟ 5. 5 إجابات صحيحة، والأستاذ مصطفى معاه كمان 5 إجابات صحيحة، فتعادلتوا. تعالي نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. في أي قارة تقع شلالات أزود؟ في قارة إفريقيا. في عهد أي خليفة فاطمي تم بناء جامع الأزهر؟ المعز لدين الله. معز لدين الله. عارفاه؟ توتر بس. كم عدد طبقات الجلد الرئيسية؟ 3. طبعا 3. والسؤال الأخير، ما هي الرياضة الفردية التي كان يحترفها مايكل فيليبس؟ أسطورة السباحة. المشكلة بقى يا رضوى في حاجة هتزعلك. في أي محافظة مصرية يوجد الهرم الأسود؟ في دهشور. في دهشور. بس دهشور مدينة مش محافظة. أنا المحافظة. كانت إجابتك صح وفي نفس الوقت غلط. فاهم قصدي؟ يعني مش قادر أحسبها لك صح مع إنها صح. ففعلا هارد لك. هي دي الأسئلة اللي ما تجاوبتش. كلنا نحيي أستاذ مصطفى ورضوى. رضوى والأستاذ مصطفى اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. برافو عليكي. باباكي بيسلم عليكي يا رضوى. أيوة صح، لازم فعلا يحييكي. نتيجة اتغيرت. رضوى كنتوا كام؟ 70 و 25 نقطة؟ 95. أستاذ مصطفى كنتوا كام؟ كنا 80. 80 وبقيته 105. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. مدام نجلة ومدام منال. مدام منال ومدام نجلة. والسؤال الأول و25 نقطة لعيلة واحدة بس. 95 و25 كام؟ 120. 120. 105 و25. 130. السؤال اللي جاي حضرتك هتكتبي، ومريم هتكتبي، ومهجة هتكتبي. اتفقنا؟ السؤال الأول، معلومات عائلية. ما هو اسم أول حضانة لبنتك؟ مريم ومهجة. مهجة ومريم. خدت الاسم هنا وخدت الاسم هنا. تمام. مريم أول حضانة اسمها إيه؟ نور العيون. نور العيون. فعلا نور العيون. الهدف الأول لعيلة رياض. موجة ليلى حرون. ليلى حرون.
ليلى هارون فعلا هي الحضانة بتاعت مهدى. اتفضلوا، هدف مقابل هدف. السؤال الثاني، رضوى ومحمود، محمود ورضوى، وهنشوف الهدف الثاني لمين. السؤال الثاني، جغرافيا، في أي قارة توجد منطقة مثلث المرجان البحرية؟ إجابتك أفريقيا. قارة أفريقيا، إجابة خاطئة. أهلا مهلك. إجابتك أوروبا. أوروبا، إجابة خاطئة. هي فين بقى؟ أستراليا. طبعاً في آسيا، في المحيط الهادي. السؤال الثالث، مريم وموجة، موجة ومريم، ومش هتتحركوا من مكانكم. إيدينا على البازر ونستعد. جاهزة يا موجة؟ إن شاء الله. السؤال الثالث، تاريخ تعد غزوة حمراء الأسد هي امتداد لإحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هي؟ تعد غزوة حمراء الأسد هي امتداد لإحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هي؟ خيبر. مريم، إجابة خاطئة. موجة، في إجابة؟ إجابتك تبوك. تبوك، إجابة خاطئة. 3 هجريا هي ايه؟ احد. غزوة احد بالظبط كده. حصل خير. هارد لك، هارد لك ليك انتوا الاثنين. هدف مقابل هدف، استاذ محمد واستاذ مصطفى، استاذ مصطفى واستاذ محمد. والسؤال اللي جاي ب 25 نقطه. السؤال اللي جاي بقى مهم جدا. السؤال اللي جاي سؤال مش صعب، هو سؤال يا حد عنده المعلومه مش عنده. وعلى حظكم السؤال اللي جاي في الفنون. مش عندي. مش عندك. مش عندك. السؤال الرابع، فنون، فنانة قامت بدور سامية في فيلم أيام وليالي، فمن هي؟ أمال فريد. إجابة خاطئة. تخمينة السؤال ده صعبة. إجابتك مريم فخر الدين. مريم فخر الدين طبعا غلط. إجابة خاطئة. إيمان. مين بقى؟ إيمان. إيمان. يعني شكله إيمان هي الإجابة الصحيحة. اتفضلوا. طيب دلوقتي هنلعب على الهدف الذهبي في المربع الذهبي. 25 نقطة لعيلة واحدة بس. الهدف الذهبي، 1000 وجه للقمر هو ديوان لشاعر مصري معاصر، فمن هو؟ 1000 وجه للقمر، 12/1996. أستاذ محمد. فاروق شوشة. فاروق شوشة، إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمود. فاروق جويدة. فاروق جويدة ب 25 نقطة، إجابة صحيحة. شنو هو ده الإجابة الصحيحة؟ محمود بيعرف يخمن كويس. الحمد لله. 25 نقطة، النتيجة اتغيرت 130 عيلة نيازي بنا الأليوبية، 95 عيلة رياض المنتزه اسكندرية. المباراة اتصعبت على عيلة رياض ولكن لسه في الملعب. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلات مصر جمعت 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 225,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 675,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. الموسم الثالث عبقرة العائلات، ومباراة مهمة جدا في المربع الذهبي، وهفكركم بالنتيجة. عيلة نيازي بنها الأليوبية 130، عيلة رياض المنتزه اسكندرية 95. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمباراة النهائية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ.
سؤالين لكل عيلة، وأول سؤال لعيلة نيازي. أستاذ مصطفى اتفضل. أستاذ مصطفى والسؤال الأول، وهنشوف السؤال الأول لعيلة نيازي وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا أستاذ مصطفى، اتفضل. فنون، سؤال في الفنون. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. عشرين نقطة. عندك 15 ثانية، محدش يستعجل. فنون، والسؤال هو: من قام بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل ذئاب الجبل؟ تأليف محمد صفاء عامر، من إخراج مجدي أبو عميرة، بطولة عبد الله غيس وحمدي غيس وأحمد عبد العزيز. محمود، إجابتك؟ عمار الشريعي. عمار الشريعي، إجابة خاطئة، مش عمار الشريعي. مين اللي هيجاوب؟ آخد إجابة حالا مدام نجلاء. أنا بخمن. حقك. ياسر عبد الرحمن. ياسر عبد الرحمن، طبعا إجابة خاطئة. الموسيقار الجميل جمال سلامة. كان في دماغي. مريم، اتفضل يا مريم. طبعا الموسيقى التصويرية مسلسل ذئاب الجبل دي عظيمة. جوكر مريم، جوكر يا مريم، من حق عائلة رياض تختار موضوع سؤال تحبوا تتسألوا فيه. علم بإذن الله. علم، سؤال في العلم: جغرافيا، تاريخ، أدب أو علوم؟ علم، والسؤال هو: علوم، تسهل الغدة الزعترية من عمل أحد أجهزة جسم الإنسان، فما هو؟ تسهل الغدة الزعترية من عمل أحد أجهزة جسم الإنسان، فما هو؟ رضوى، المعدة. المعدة مش جهاز. مجهاز هضمي. مجهاز هضمي. ما مريم قالت. أنا باخد الإجابة الأولى، والمعدة إجابة خاطئة. في إجابة؟ موجة. الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي، بتاخدي هدية منهم؟ أنا كنت هقول الجهاز الهضمي، بس هي قالت المعدة وأنا استغربت. الجهاز الهضمي إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الجهاز المناعي. السؤال الثالث محمود، اتفضل يا محمود. السؤال الثالث، وهنشوف السؤال الثالث وموضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا محمود. شكرا. سؤال في الفنون. مصر. مصرين على الفنون. تمام. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة. فنون، والسؤال هو: من قام بإخراج فيلم الراقصة والسياسي؟ قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار وحيد حامد، بطولة نبيل عبيد، صلاح قبيل، ومصطفى متولي. أستاذ مصطفى. حسين كمال. حسين كمال، إجابة خاطئة. عيلة رياض، لو الإجابة غلط عيلة نيازي تأهلت للمباراة النهائية. أشرف فهمي. أشرف فهمي، موافقة مريم؟ مريم مش موافقة. مريم خايفة دلوقتي. أشرف فهمي، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة سمير سيف. كنت كاتباها؟ لا، كاتبها سمير أبو سيف. سمير سيفو. سمير سيف، كنت كاتبها سمير سيف فعلا؟ هارد لك يا مدام نجلة. حصل فيه. هارد لك فعلا. حصل فيه. حصل فيه. مريم، احنا استمتعنا بوجودك معانا. الحمد لله. انت ورضوى، عيلة رياض عيلة جميلة جدا. الله يخليك. انضميتوا لعيلة العبقرة. الله. تجربة جميلة. حضرتوا معانا كم مباراة؟ أربعة. دي الرابعة، دي المباراة الرابعة. بقى ليكي جماهير كمان. وحنستناكي في عبقرة المدارس. ان شاء الله. اتفقنا؟ بإذن الله. نحيي كلنا عيلة رياض.
عائلة نيازي ألف مبروك، اتأهلتوا للمباراة النهائية. أستاذ حضرتك بس في كلمة. اتفضل. الله يبارك فيك. احنا من اول الحلقات واحنا متابعينهم كلنا كده. شكرا. فانز لمريم. مريم هي متالقه دايما. مريم ما شاء الله عليها متالقه دايما. لا هو العيله كلها بصراحه يعني العيله كلها بصراحه ما شاء الله زينا. وبعدين احنا والله بنشجعهم من اول حلقه ظهروا فيها. ربنا يخليك. شكرا. روح جميله جدا. بشكرك يا مدام منال. اخر سؤال رضوى. اتفضلي يا رضوى. اخر سؤال وهنشوف اخر سؤال وموضوع السؤال ايه. معلومات عامة. سؤال في المعلومات العامة بعشرين نقطة. لا 30 بقى خلاص. على البازر. معلومات عامة والسؤال هو عبد المنعم عمارة هو أصغر من تولى منصب محافظ بإحدى محافظات مصر حتى عام 2020، فما هي؟ قعد من سنة 1978 ل 1991، والحقيقة في عصره حصل طفرة في محافظة ايه؟ اسماعيلية. كان عمره وقتها 41 سنة. محافظة الاسماعيلية ب 30 نقطة. إجابة صحيحة. 30 نقطة لعيلة رياض. النتيجة 125 عيلة رياض، 130 عيلة نيازي. فرق 5 نقط. الحمد لله. الحمد لله. هارد لك لعيلة رياض. احنا فعلا انبسطنا بوجودكم معانا، وهنتقابل تاني يا مريم ان شاء الله. ويا رضوى صح ولا غلط؟ هنعدي ثانوية عامة ونخش الجامعة بإذن الله، وهتجيلنا مع جامعة اسكندرية ان شاء الله. اتفقنا مريم؟ نتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة رياض. عيلة نيازي، محمود أفضل لاعب في ماتش النهاردة ب 75 نقطة. برافو عليك يا محمود. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلة مصر في حلقة النهاردة 255 نقطة، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 765 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 8,410,000 جنيه من البنك الأهلي لتدريب وتأهيل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف محافظات مصر. عائلة نيازي ألف مبروك، تأهلتوا للمباراة النهائية. كده ضمننا ان في كاس هيروح الاليوبي ان شاء الله. والى اللقاء وحلقه جديده مع العباقره.